لمزيد من التفاصيل والتعليق على هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق بهندسة عين شمس. دكتور حسن، صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير على حضراتكم والمشاهد الكريم، أهلا وسهلا. كلما استمعنا أو قرأنا عن مشروع جديد يتعلق بالبنية التحتية أو يتعلق بمشروع الطرق والكباري نتساءل عن أهمية هذا المشروع أو هذه الإضافة إلى منظومة النقل في مصر، كيف تؤثر، وخاصة أنه المحاور اللي بنتكلم عنها في هذا المشروع الجديد هي محاور أو روابط أساسية. خلينا نقول صحيح، يعني هي الدولة من 2014 إلى الآن اهتمت بقطاع النقل بشكل عام وبكافة أدواته ووسائطه، باعتبار أن النقل بيدعم مشروعات وخطط التنمية اللي الدولة حطتها عمرانيا وصناعيا وزراعيا وسياحيا، فلازم يبقى عندي شبكة بنية أساسية قوية، ومن ضمن البنية الأساسية هي مرافق النقل المختلفة، فاهتمت الدولة بربط مفاصل الدولة ببعضها من خلال ما أطلق عليه اسم المشروع القومي 2014. قدرنا ان احنا نزود ما يقرب 7000 من المحاور بما عليها من خدمات وكباري وأبناء. هذه الشبكه القوميه ساهمت في دعم الاقتصاد المصري وفي جذب استثمارات خارجيه وداخليه، وفي نفس الوقت ربط مفاصل الدوله ببعضها، ساهمت رفع تقدير مصر في التقدير التنافسيه العالميه 90 نقطه، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. شركات مصرية وطنية بعمالة مصرية هي التي قامت بإنجاز هذا المشروع القومي الكبير، بالإضافة إلى طبعا شبكة سيناء وما تم من أنفاق. عندنا 6 أنفاق، شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد وزواج نفع الشهيد أحمد حمدي، كل هذه الأمور ساهمت توطيد ربط شبه جزيرة سيناء بالوطن الأم، وده بعد مش تنموي فقط لكنه بعد أمن قومي أصلا. إضافة إلى المحاور اللي داخل المدن، بعد ما أكملنا الشبكة والشرايين الرئيسية تمت الدولة بتوجيهات من فخامة الرئيس أنها تعمل شرايين مرورية في المحافظات المحتفظة بالسكان والتي كانت تعاني من ازدحام على مدار الساعة. هنا ما هو إضافة هذه الشرايين للشبكة أو للمواطن؟ إحنا عندنا زيادة سكانية مفترضة 2.5 مليون في العام زيادة، سنة 86 سكان الداخل كان 48 مليون، دلوقتي تخطى 100 مليون، كنا عايشين على 6% من مساحة مصر، فكان لازم إن أنا أخلخل المسافات السكانية وانتشر في مدن عمرانية جديدة. في نفس الوقت إن إحنا نفتح محاور في مناطق مكتظة بالسكان والتوسعات الرأسية وعدم التنسيق وتخطيط الموقع فيها، كل دون ادى الى هذه الازدحامات، فكان التوجيه بان احنا نعمل محاور تخفف عن المواطن اعباء التنقل اليوميه اللي كان بيوتر فيها ساعات. المناطق دي كانت معدلات التلوث فيها عاليه نتيجه الازدحام وعوادم السيارات اللي موجوده. اتفضل. يعني دكتور حسن، نقدر نقول ان هو من غير هذه الكيلومترات او مئات الكيلومترات اللي تم اضافتها والتطوير اللي حصل في شبكه الطرق في مصر، ما كانش نقدر ابدا ان احنا نزود التوسع الافقي او ان احنا نتحرك عمرانيا الى مناطق اخرى، غير طبعا الخدمات المختلفه اللي بتحتاجها هذه المناطق زي خدمات التصنيع، التجاره، النقل طبعا الزراعي، كل هذه الامور مستحيل تحصل من غير الاهتمام بشبكه الطرق اللي بيحصل حاليا، مظبوط كده يا فندم؟ مظبوط، شبكة البنية الأساسية بما فيها مرافق النقل المختلفة، لأن الموضوع مش مقصور على الطرق، الدولة شغالة كمان في مشروعات نقل أخرى زي استكمال خطوط مترو الأنفاق وزي المونوريل وزي القطار الكهربائي الخفيف وزي القطار الكهربائي السريع، كل دي أدوات نقل الدولة شغالة فيها. طب ليه أنا بعملها؟ بعملها علشان أنا الزيادة السكانية اللي موجودة تتطلب مني إن أنا أنتشر على مساحة أكبر. لينا ننتشر على مساحة أكبر عشان نحقق جودة في الحياة للمواطن، نحقق فرص عمل للناس، نحقق تعليم، نحقق صحة، كل هذه الأمور تتطلب إن النقل يخدم على مشروعات التنمية المستدامة اللي الدولة شغالة فيها في كافة النواحي، وبالتالي كان لابد إن شبكة النقل تكون على القدر اللي يقدر يخدم خطط التنمية اللي بتكون فيها الدولة. وعايز أقول لك إن في أي دولة البنية الأساسية مقياس لمدى تقدم اقتصاد الدولة، يعني لما يبقى عندك شبكة نقل كويسة، شبكة طرق كويسة، شبكة كهرباء كويسة، يبقى أنت اقتصادك كويس. طيب على ذكر العالمية دكتور حسن، اسمح لي بس، احنا حاليا بنحتل المركز رقم كام عالميا في مؤشر الطرق وصعودا من كام؟ من 118 ل 28، 90 نقطة في السنوات الماضية، ودي ساهم فيها المشروع القومي للطرق وما تم إنجازه، ربط مفاصل الدولة ببعضها. يعني حضرتك النهارده عشان تروح من شرق الجمهورية لغربها أو من شمالها لجنوبها بقت
متاحة. يكفي المحاور اللي تم إنشائها على النيل في صعيد مصر، كان عندنا بعض المحافظات عشان تنتقل من الشرق للغرب بتمشي مسافات طويلة لأن ما فيش جبالي كافية على النيل، بالإضافة إلى أن هذه المحافظات كانت طريدة للسكان لعدم وجود تنمية حقيقية وفرص عمل. فالنهاردة لما بتعمل تنمية حقيقية وبنية أساسية بيبقى عندك ظهير تنموي تعمل فيه مدن عمرانية جديدة، تعمل مناطق صناعية، تعمل استصلاح زراعي وليس مناطق كشكة وشرق العوينات بالبعيد. يعني احنا شفنا النهاردة حجم الاستثمار الزراعي اللي موجود في مناطق كشكة وشرق العوينات، ده كله لابد ان احنا نشتغل عليه، لان احنا والقيادة السياسية كان عندها فطنة الى ان لابد ان انا يبقى عندي اضافة لملايين الابدنة من الاستصلاح الزراعي علشان اقدر اكفي السيادة السكانية اللي مطلوبة، وده امر برضه الدولة شغالة عليه. النقل بقى وظيفته ايه؟ بيخدم على هذه المشروعات، النقل بيخدم التنمية العمرانية، بيخدم التنمية الزراعية، بيخدم التنمية السياحية. بدون شبكة نقل مش هتقدر تبني مدن جديدة، مش هتقدر توصل للصحراء عشان تزرعها. كل هذه الأمور شبكة النقل والطرق لها باع إنجاح هذه المشروعات القومية. دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة النقل والطرق، جزيل الشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا هاتفيا في هذا الصباح.